المنعم شيباينو متطوع مع جمعية أصوات. جمعية أصوات اليوم اللي كتقوم بمبادرة تطوعية اللي هي عبارة عن حملة نظافة اللي دامت 3 أيام. هذا اليوم الثالث ديال الحملة. كيف كتعرفوا اليوم الأحد، وكاين مجموعة ديال الشباب جاو اليوم باش ينخرطوا في هذا العمل التطوعي، يعني هذا العمل اللي كنرسخوا فيه الثقافة، يعني الحفاظ على البيئة. وجينا اليوم لهذه الحديقة هذه اللي كانت مهملة لسنوات، يعني جينا نحيوها باننا نقوموا بمجموعه ديال الورشات، منها الصباغه، منها التزيين، منها يعني البستانه، يعني مجموعه ديال الورشات اليوم. وكنشكروا جميع المتطوعين اللي حضروا معنا اليوم، وكنتمنوا ان الناس والساكنه ديال عين حروده والساكنه اللي كتواجد هنا باش يحافظوا على البيئه ديالهم وينخرطوا في هذا العمل التطوعي. السلام عليكم، زهير خموري رئيس جمعيه اصوات ثقافات اقليم محمديه. هذه المناسبة اللي هو نشاط بيئي ثقافي لجمعية أصوات. هذا النشاط مختلف على الجمعية ديالنا بحكم ديالنا اختصاص ديالنا ثقافي، ولكن اليوم ثقافتنا والفكر ديالنا صب في البيئة. هذا النشاط اللي استهدف حديقة المسيرة بالمركز ديال عين حروده، هذه الحديقة اللي كانت مهمشة نوعا ما. اليوم أعضاء ديال جمعية أصوات والمنخرطين داروا واحد الالتفات لهاد الحديقة هذه اللي درنا فيها واحد مجموعة من الورشات، الرسم، الصباغة، النظافة، حملة تحسيسية للأطفال. الميساج ديالنا اللي كان واضح هو الحفاظ على البيئة والحفاظ على المناطق الخضراء بمدينة عين حرودة. والميساج ديالنا هو واضح للناس المسؤولين انهم يزيدوا يكتفوا من المناطق الخضراء بعين حروده، ويديروا حتى هما شي التفاته لهاد المناطق هذه. مازال مستمرين ان شاء الله بالحملات التحسيسيه ديالنا. البرنامج ديالنا ديال هذا النشاط كان فيه 3 ايام، يوم الجمعه والسبت والاحد. اليوم الاول اللي كانت فيه تشخيص لهاد الجرده هذه اللي عرفنا فيها المشاكل اللي فيها. اليوم الثاني اللي هو يوم السبت اللي خدمنا فيه على النظافه وعلى الهيكله ديال المناطق الخضراء، واليوم اللي خدامين على ورشات ديال التزيين وورشات الصباغه والروسيكلاج وكذلك الرسم بالنسبه للاطفال. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.